عندكم؟ الحالة كاين شوية ثمن، كاين شوية غلا، السلعة غالية شوية. غالية شوية. غادي نهضروا شوية على الخضر بالنسبة بالنسبة للليمون. الليمون كاين هاد النافيلة. بالنسبة للليمون. كاين نافيلة هذا 9 دراهم 8 دراهم. 9 دراهم. حتى 8 دراهم. 8 دراهم. غادي نزيدوا هنايا التفاح هذا. التفاح هذا 12 درهم 240 12 درهم شويه شويه سلعه شويه كاين مملح من النور هو كاين له 300 280 مرحبا غنزيدو هنا لهاد التفاح الاصفر بحالو بحال هذا 12 درهم بحال الاحمر بحال الاصفر هذا حمراء بيضاء بحال بحال 12 درهم كاين حمراء كاين بيضاء مانداريا 9 دراهم 8 دراهم اخر كلمه وما 160 كاكي 20 درهم لافوكا 25 درهم البنان 10 دراهم ديال البلاد 10 دراهم ديال برا 360 ديال برا 360 هاد الرومي هذا رومي هذا الطويله ديال برا رومي رومي شحال داير؟ هذا 30 درهم 30 درهم حاول طلع الميكرو عندك باش 30 درهم ياك 30 درهم هذا ديال البلاد ديال البلاد 25 درهم هذا 20 هذا 25 طيب شويه هذاك 25 بالنسبه كيوي كيوي 30 درهم اناناس اناناس 500 الكيلو 500 الكيلو غادي نزيدو وغادي نشوف هادشي اللي عندكم دابا هادشي اللي كاين دابا الله وعزر غادي نشوفو لهاد الجهة الأخرى التمن اللي تشوفي في هاد البلاصة تشوفي في هاد البلاصة التمن اللي كاين في هاد البلاصة كاين في هاد البلاصة التمن موحد سلعة وحدة حنا كنجيبو كاميو واحد سلعة وحدة ثمن واحد هذاك الشيء شكرا لكم كي داير الحركه شويه 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 الله يرحمنا الله يجيب شي شبعه تاع الشتاء انا ما كانش حتى شي راه ما حد هو زيد في الغلا هو زيد في الكساد الله يصوب من عدو صافي طلبوا الله تعالى هو يبدل علينا هذه المنزله بخير هادشي اللي شكرا لك سيدي شكرا لك بزاف شكرا لك شكرا لك بزاف شكرا لك مرحبا او معنا متابعينا الكرام هذا السوق الاسبوعي مدينة المدينة سطات مرحبا 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 بكم هنا غادي ندوزو هنايا سوق الخضر ندوزو سوق الخضر السلام عليكم ما كنتش شحال يا اخويا قاعدين شوية السوق الثمن وهادشي اللي بغيناك تقول وين كتاخذ ميكرو تقول 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم مرحبا ما تيسع 10 دراهم ما تيسع 10 دراهم وينك شي حاجة غادي مازال متابعينا الكرام مرحبا بك سيدي شريف حاج حاج لوبيا 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 شحال دايره سيدي هاد السيد هذا مريض شوية ما بغاش يهضر مرحبا أو معنا متابعينا الكرام هنايا عطينا شي أثمنة ديال الخضرة الله يحفظك خويا تعطينا أثمنة ديال الخضرة وخا شعيب شكون اللي عطينا أثمنة أثمنة ما عندوش أو معنا متابعينا الكرام ما بغاش يهضر أو معنا متابعينا الكرام الناس هنا ما بغاش تهضر مرحبا او معنا متابعينا الكرام مرحبا او معنا متابعينا الكرام
الجولة هذه في السوق الأسبوعي ديال مدينة سطات شطيبة. الخضرة الحمد لله موجودة. بالنسبة للثمنة عطينا الأثمنة ديال ديال الله ستة درهم 12 درهم 12 درهم شيفرون ستة درهم 10 درهم 7 درهم ستة درهم 10 درهم ها 12 درهم عشرة درهم خمسة درهم ستة درهم حال بحال الفوتة كلش أربعة درهم ثمانية درهم 13 درهم 10 درهم 12 درهم 15 درهم 12 درهم 12 درهم 12 درهم خزو 6 درهم 5 درهم 15 درهم 12 درهم 15 درهم 8 درهم 8 درهم شكرا خويا عليك شكرا 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 قوم انا متابعينا الكرام هذا الصوت هذا الاسبوعي غادي ندوزو دابا على المغربية لا مرحبا بك انا ما تخافش ما تبانش لا ما تبانش ممكن لا ما كنصورش بنادم ما كنصورش بنادم وتا طابله مشي لا طابله لا خضره خذ خضره لا خضره ماشي شي حاجه شوف السيد ما يطلب لا